مبكرا جدا سون هون مين يضع الكرة في المرمى ويتقدم بأول أهداف اللقاء. هذه الكرة، هذه المحاولة وصلت إلى داخل منطقة الجزاء، خطير كولوسيفسكي في منطقة الجزاء. يواصل التألق، يواصل الحضور، يضرب مبكرا الأمريكية، نهاية المشوار، المشوار أوهو. جنة جنون الكوري هنا في الفيلا بارك وفي بيرمنغهام سيتي، ويسجل الهدف الثاني الآن سون كولوسيفسكي.